الحقيقة سعدنا جدا باستضافة أهلنا في تجورة لهذه الورشة التدريبية الخاصة بطلبة الثانوية العامة. ما هي التخصصات الأنسب لهم ولوطنهم أنهم يتخصصوا فيها؟ احنا طبعا لاحظوا أن كثيرين يتجهوا نحو كليات معينة وفي النهاية يقعدوا يعانوا في عملية الوظائف، يعني يجدون وظائف مش احنا عندنا عقلية مع الأسف أن تقريبا أكثر من 99% من طلبة الثانوية العامة يتجهوا نحو الجامعات، وهذا خطأ كبير. يعني نشوفه في مثلا في دول العالم الآخر المتقدم نجد أحيانا أقل من 30% يتجهوا للجامعات التقليدية، ولكن الغالبية تتجه نحو العلوم المهنية الآن اللي هي علوم المستقبل. الآن تو العلوم مثلا زي الطاقات المتجددة، زي الأمن السيبراني، زي أمن المعلومات، زي الذكاء الاصطناعي، زي التقنية الحيوية، الهندسة الوراثية، هذه العلوم الآن فيها وظائف كثيرة جدا في العالم، وهذه بالإمكان أن تخدم الشباب. يجب أن يعرفوا الشباب أن مهمة جدا لهم أنهم يتجهوا نحو علوم تخدم هو وتخدم أيضا. يعني لو تلاحظوا أن كثير من المهن هذه المرتبات فيها عالية جدا في الدول الأخرى. مشاكل اللي تصير سوى بيوم يسكروا مثلا حد يدير فيروس مثلا يخترق مصرف يسكر عليهم ويبدو يعانوا كيف يفكوا منه. احنا لو مثلا يكونوا عندنا مهندسين امن سيبراني على طول يسكروا ويديروا حمايه، هذيما شباب هم وسيلتهم، هم الجيش اللي يحمي بلاده ويحمي الشبكه. احنا الان كل شيء موجود على الانترنت، معلوماتنا كلها موجوده على الانترنت، اذا كان احنا ما نوفرش الشباب يفهموا في هذه الاشياء تبدا كارثه علينا وتبدا طامه علينا ان احنا معلوماتنا تضيع وما فيش من يحرسها. الذكاء الاصطناعي الان العالم متجه له بقوه، وهذا مهم جدا لهم انهم يعرفوا ان الان حتى في نظام التعليم كثير من الجامعات الان تدرس عبر الذكاء الاصطناعي. انت مثلا في كيف تحلل المعلومات متاعك في الهندسه الوراثيه الان شوفوا في تعددات كثيره جدا من المنتجات الان اصبحت، يعني تغيير في الفاكهه، تغيير في الحيوانات، تغيير في النباتات وغيرها، هذا مهم جدا. التقنيه الحيويه كيف احنا نعالجه، يعني معالجه الانسان في كثير من الامراض تتم بفضل التقنيه الحيويه. لهذا ننصح شبابنا واولادنا ان احنا يتجهوا الاتجاه الصحيح في اختيار، ما يتقيدوش باولياء مثلا بابائهم وغيره، والتخصص اللي يدخل لا يبدع فيه. يعني يهمنا ان هم يركزوا عليها وربي يوفقهم ان شاء الله. واحنا هدفنا او واجبنا احنا في الليبية البحث العلمي ان احنا نفتح الطريق ونثقفهم الشباب ونوريهم الطريق الصحيح، والاختيار طبعا ليهم ما نقولش لابائهم راهو، لان دائما ننصح الاولاد ان الاباء ما يدخلوش. يعني البو مرات ينظر في اسمي، لا والله ولدي اسمها دكتور، لكن هو يبدا فاضي ومش لاقي ما يدور. احنا نشوفوا شباب مثلا درسوا في كليه الطب مع الاسف وقعدوا يدوروا في العمل ما يلقوش وين يشتغلوا، او هذا كارثة كبيرة. يعني تمنوهم أن يتجهوا الاتجاه الصحيح وربي يوفقهم إن شاء الله. شكرا لقناة التناصح لهذه اللفتة الطيبة أن هي تركز على تغطية الأنشطة العلمية، وهذا أمر رائع منهم. بارك الله فيكم، شكرا لكم.